لعد ليش اتهموكم انه اكو اختراق مرعب لتشرين من سفارات من دول؟ وقال لي شخصيا، هاي كررتها انا في حلقة، عبد الكريم خلف قال لزمت 17,000 حوالة من 6 دول، جزء من عدة خليجية، الى متظاهرين. 17,000 حوالة خلال شهر لزمها. 17,000 حوالة، اي وينهن؟ وين الاوراق؟ تروح الى اسماء وناشطين. لا خليك طلعهن من هسه. انا حكيت لك قلت لك شرف الكلمة عندي مهم. لما تقول لي فلان اقول لك لا، انا السمع ما امشي بيه. انا بالاحداث ما كانت مخترقة تشري؟ لا ماكو شيء ما مخترق. هسه الاسلام ما مخترق؟ اي العراق ما مخترق؟ اي هذا انت ما تقدر تحصن نفسك. ليش؟ احنا مو جايين انا وقصي ومع حفظ الالقاب طبعا دكتور، واصدقائنا زملائنا الصحفيين، واحد يعرف الثاني، وجايين بهذا الموضوع. اي واحد غريب يدخل لنا نقول له لا. بس انت قلت لي سابقا، قلت لي اكو لوبيات. لا خل اكمل لك. لوبيات ودزت علينا لا وسفارات. أنا اتمنى ان اكمل لك الفكره. اي تفضل. احنا منين جينا؟ واحد صحفي استاذ جامعي، واضح سايق توك توك، طيف عراقي، ولا يعني ناس ما تعرف ناس. احنا مو من المحافظات. المحافظات كانت اكثر ركوزا وعصبة من عندنا ببغداد. ليش؟ هسه احنا كنا محافظات، كنا زين المحافظات، واحد يعرف الثاني. اي الناصريه صحيح، الناصريه، الكوت، الحله، صح. البصره، واحد يعرف الثاني. فمن يصير اختراق، من انا جو يشوف قصه يوم لابس راكب لي سياره رانج وباشر راكب لي ماي باخ، تعال قصه هاي لك، اذا اكو شكوك. احنا هنا صارت لوبيات، صاروا يجون من المحافظات يستقرون ببغداد. زين انا لا، مو صلاحيتي اجي واكون قوه قمعيه على المتظاهرين الموجودين، ولا عند لجنة تفتيشية. ناس صارت عندهم معارض سيارات، ناس عندهم صارت شو يسمونها شركات بالمنصور، ناس صارت عندها فلل وخير من الله بتركيا. من ورا تشرين؟ طبعا من ورا تشرين. اي طبعا. يعني اكو كانت تغذية خارجية. حجي حبيبنا. اكو تغذية. حبيبنا. اي. ال اقول لك شغلة واحدة. مو كل ما يسقط عليك من السماء هو مؤامرة. انا لو محصن بيتي، انا منتظر الزين، لو محصن بيتي وما مخليه بحاجة، يقدر عدوي يدخل لي من اي منفذ؟ ماكو مشكله. بس اكو عروض كانت من هذه الدول؟ اي لا طبعا صير اكو عروض. اي طبعا. واكو ناس تلوثت. لا هوايه تلوثت. طيب جهاز المخابرات بزمن بحقبه الكاظمي كان موجود بلوبياته في التحرير؟ شوف خاف اقول لك وتقول علي لحد منتظر ايش قد كان بسيط ومغفل، بحيث حشاك انه ما يعرف هاي الامور. انا كنت وين ملتهي دكتور؟ ملتهي شلون اجيب اكل للناس، شلون اطلع للاعلام، وشلون احافظ على حياتي، شلون ادعي الناس ان ياتون الى التحرير، شلون اسوي كرنفالات، يوم رالي التيك توك، يوم اسوي ذكرى ما ادري شنو، يوم اسوي احتفاليه بمناسبه ولاده السيد المسيح عليه السلام. هاي النشاطات الداخليه والخارجيه بعدتني نوعا قليلا عن شنو؟ عن ما يجري في الساحه بالخيم المظلمة خلينا نقول. لأن عندنا كانت خيم للأحزاب، خيم للفصائل، خيم للأجهزة الأمنية، ومن ضمنها خيم منه للمخابرات. للأسف الشديد قصي، هاي الناس سبحان الله، الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ طبعا هو رزق مو فقط المال، حب الناس رزق، الصحة رزق، العائلة رزق، صحيح. يقول لو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرض. لذلك الله قدر أن فلان يرزقه الوجاهة، فلان يرزقه المال، فلان يرزقه الجاه. أكو ناس فقط صارت عندها وجاهة بتشرين، ضرب تركيب عقلها، صارت تشعر نفسها أنه صارت المهاتما غاندي، صارت جيكب. جميل. قضيتين سريعا. القضية الأولى اللي كانت القشة التي قسمت ظهر تشرين، قضية التمثيل بجثة ميثم البطاط الشهيد، هذا الولد الحدث اللي تم سحله وتمثيل بجثة وتعليقه بالله، تعتقد هي اللي برزت الجانب المظلم بتشرين؟ لو كانت هاي مؤامرة مدبرة للإطاحة بتشرين. لا احنا شعب عنيف، شعب عنيف يحب السحل والكتل. لا تقول لي مؤامرة ولا تقول لي كذا. لا انا اقول لك تشرينين قتلوا. لا هو مو قلت تشرين، احنا كنا متظاهرين. انا اسمي منتظر العراقي متظاهر مواطن. اي احنا شوف شو انت تسوي هسه، هاي فاتت
اللي موجودين آخر شيء بالقاع وين؟ على ما بعد السنك والأحرار، هذولاك من هو؟ أنا جيت أقول لهم ودولهم أكل، لا تخلوهم يجوا للساحة. ليش؟ خليط من الناس اللي شايف الموبوئين، قلت لهم لا تخلوهم يوصلون للساحة. هذا اللي صلخ لك وبيدتوثية، هذول ممنوع كانوا بساحة التحرير، وكنت حتى لما أمنعهم يجون هنا ينكتب عليه بالفيسبوك يمنع ويسوي كذا. هذولاك كانوا هناك، قلت لهم لا تخلوهم تجون، وصلوا لهم الأكل السم المي بحيث ما يختلطون ويا المجتمع المدني، وناس تجينا وعوائل تجي بنص الليل. نمنا الصبح فتحنا عيوننا على هاي الحادثة، طبعا هاي الحادثة استنكرتها وكل إخوانا استنكروها.